السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم مشاهدينا الكرام لاستعراض أبرز ما جاء في طيات الصحافة المحلية لمملكة البحرين لهذا اليوم الاثنين الموافق للسادس من شهر إبريل لعام 2020. على الله توكلنا مشاهدينا ونبدأ مع صحيفة الأيام والتي عنونت رئيس الوزراء وولي العهد: الظرف الراهن يتطلب جهدا مضاعفا يواكب التحدي. وزير المالية: ندرس ضم فئات جديدة لحزمة الدعم الحكومي. شفاء 70 من كورونا خلال 12 يوما. جوجل يرصد حركة التنقل المجتمعي بالبحرين 45% تراجع التردد على الأسواق والمقاهي. ومع صحيفة أخبار الخليج والتي عنونت لهذا اليوم: ناصر بن حمد 2158 من الأسرة الرياضية تسلموا مستحقاتهم. احتفاء عربي وعالمي كبير بمبادرة اليوم الدولي للضمير. الأسواق المالية الخليجية قادرة على مواجهة التحديات الجديدة. ومع صحيفة الوطن والتي بيّنت في أولى صفحاتها لهذا اليوم: ناصر بن حمد إطلاق المحترف الوطني للبحريني، رجال أعمال لصحيفة الوطن. قيادة ولي العهد لملف كورونا جعلت مملكة البحرين مثالا يحتذى. الوطن تطلق مبادرة تحدي القراءة من أجل مملكة البحرين. وإلى صحيفة البلاد والتي استهلت شخصيات عالمية: مبادرة سمو رئيس الوزراء خارطة طريق لعالم أفضل. تدوين اسم سمو رئيس الوزراء بالشخصيات ذات الإسهام المتميز بدعم السلام. وزير المالية: إعادة هندسة برامج تمكين لمصلحة الصغيرة والمتوسطة. تناولت صحيفة الأيام أن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أكد أن الظرف الراهن الذي تمر به مملكة البحرين والعالم أجمع في مواجهة جائحة فيروس كورونا يتطلب جهدا مضاعفا وشاملا يواكب حجم التحدي الذي نعيشه. بيّن صحيفة الأيام أن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء عقد اجتماع عمل مع عدد من الوزراء حيث أشاد سموه بالجهود لجميع الوزارات في التعامل مع الأوضاع الحالية من خلال الاستعدادات والاحتياطات اللازمة في التصدي لتداعيات جائحة فيروس كورونا. بقلم الكاتب إبراهيم النهام نشر صحيفة البلاد مقالا بعنوان الأمير الذي لا ينسى أحد، فإلى أبرز ما جاء فيه. نفخر كثيرا بمساعي الخير لرئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، والتي تخطت بروحها وأهدافها المضيئة الحدود الوطنية إلى شعوب العالم كافة. هذا الفكر الناهض لسموه وبارقة أمل للشعوب المكلومة التي تعاني الفقر والجوع والحروب والويلات، عبر تعزيز التعاون المشترك بين الحكومات والطبقات النخبوية والشعوب نفسها، وتغيير المفاهيم القديمة والمتأخرة، والاحتكام للضمير ولصوت العقل. أن تزامن المبادرة مع الأزمة العالمية لفيروس كورونا المستجد يؤكد الحاجة الملحة في إعادة تقييم العلاقات الدولية لأهدافها التي وجدت من أجلها، وأيضا أولوية حلحلة الملفات الضارة للبشرية. يوم الضمير هو أمل شعوب العالم المتحضرة والنامية نحو عالم جديد خال من فوضى الخلافات والنزاعات، وهي ما يؤكده دستور مملكة البحرين والمشروع الإصلاحي لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
الهادفان إلى تعزيز قيم الحريات والمساواة والعدالة بين الجميع. البلاد أوضحت أن وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد النعيمي أعلن بأن الوزارة قد بدأت بتصوير الحصص العلمية داخل ورش مدارس التعليم الفني والمهني استعدادا لبثها لتغطية احتياجات طلبة التعليم الصناعي. ومن صحيفة الأيام ونقرأ منها أن وزيرة الصحة فائقة الصالح أصدرت قراراً حول العزل الصحي وطريقة تنفيذه للأشخاص المصابين والمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا من خلال استخدام سوار يوضع حول اليد، وذلك للتحقق من التزامهم بإجراءات العزل الصحي. صحيفة الأيام ذكرت أن الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أكد أن مشروع قانون التأمين ضد التعطل الخاص بدفع رواتب المواطنين البحرينيين العاملين في القطاع الخاص سيغطي شريحة واسعة تصل إلى 100,000 مواطن. نطالع من صحيفة أخبار الخليج أن لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة أشادت بما تقوم به مملكة البحرين من اهتمام كبير بالحق الصحي للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين. صحيفة أخبار الخليج نقرأ منها أن لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي عقدت اجتماعا استثنائيا لها يوم أمس عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك لمناقشة دعم الأسواق المالية بدول المجلس في ظل الظروف الحالية لتفشي فيروس كورونا. صحيفة الأيام لفتت أن سيدة بحرينية في السبعينيات شفيت من فيروس كورونا كوفيد-19 وخرجت من الحجر الصحي في مؤشر جديد يبعث على التفاؤل في العلاج. قامت صحيفة الأيام بتغطية قيام مجموعة من متطوعي إسكان عراد الجديد، وذلك بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني بحملة تطهير وتعقيم للمنطقة. صحيفة أخبار الخليج نشرت أن شخصيات بحرينية رفيعة المستوى تشارك كسفراء مناصرين لجهود الاستجابة الدولية في مكافحة وباء فيروس كورونا ضمن حملة دولية انطلقت بتنظيم من وكالة استجابة لإدارة الأزمات والكوارث في الفترة ما بين 25 من شهر مارس وحتى 25 من شهر يونيو بمشاركة شخصيات عربية ودولية رفيعة المستوى. نشرت صحيفة الأيام مقالا لسمية المير أمين عام مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، فإلى هذا المقال. رب ضارة نافعة، قد يكون هذا المثل أنسب ما نضرب به ظرفنا الراهن في مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد-19. فمملكة البحرين كانت استثنائية في تعاطيها مع هذه الأزمة الصحية لتكون مثالا يحتذى ليس فقط على مستوى المنطقة فحسب بل العالم برمته. فيروس كورونا المستجد كان حميدا في إبراز مدى التقارب الإنساني واللحمة الوطنية التي يتحلى بها أفراد المجتمع البحريني، عاكسا المعدن الأصيل لكل بحريني غيور على وطنه وفيا في مسعاه من أجل الحفاظ على أمن وسلامة إخوانه من المواطنين والمقيمين. تباعد الشعب بأسره اجتماعيا وتفرقت الجموع لمسافات، وألغى الناس عاداتهم اليومية في التواصل المجتمعي شاطبين السلام بالأكف من قاموس مفرداتهم تلبية لنداء الوطن.
بيّنت صحيفة الوطن أن رجال أعمال وتجار أكدوا أن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء قاد الركبة في مواجهة أزمة فيروس كورونا بنظرة ثاقبة وبإجراءات وقائية واحترازية سباقة جعلت من مملكة البحرين مثالا يحتذى به أمام الدول الكبرى. صحيفة الوطن أشارت أن وزارة الصحة أعلنت أن العدد الإجمالي للحالات المتعافية من فيروس كورونا في مملكة البحرين بلغ 431 حالة حتى مساء يوم أمس الأحد، وذلك بعد تسجيل 4 حالات تعاف إضافية وإخراجهم من مركز العزل والعلاج. نطالع من صحيفة البلاد أن الهيئة العامة للمواكب الحسينية ثمنت التوجيهات الملكية السامية لكافة مؤسسات الدولة في إطار الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، وأكدت الهيئة الدعم والتأييد لكافة الإجراءات التي تقوم بها الأجهزة المختلفة. وإلى فن الكاريكاتير من صحيفة البلاد. إلى هنا مشاهدين نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا اليوم، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.